ما بعرف ليش كفينا اللي ما حد يكون بيت جنن. انا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. سو زي ما شايفين ماني حاطه ولا نقطه ميك اب على وشي عشان فيديو اليوم حيكون ماسكات معي وحنسوي كل هاي الماسكات سوا. بس قبل ما نبلش اذا كنتوا اول مره بتشوفوني لا تنسوا انكم تشتركوا بالقناه بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر اسفل هذا الفيديو، كمان فعلوا الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد، حطوا بيج لايك لهذا الفيديو وانشروه مع رفقاتكم. وبالمره مو خسرانين ولا شيء اذا رحتوا تبعتوني على الانستغرام. اولا خلينا نتفق على شيء، انه البشره في رمضان تكون كتير تعبه، فضروري هيك نخصص ولو شوي وقت انه احنا نعتني فيه ببشرتنا. واليوم جايبت لكم ماي ماسكات بيجننوا، بنفس الوقت المكونات كلها تكون موجوده في البيت وطبيعيه 100%. غير عن انه الاعمار الصغيره اللي اهلهم ما يخلوهم يحطوا ميك اب او اهلهم ما يعطوهم مصروف مشان يشتروا الميك اب، فهدول الماسكات كافين ووافين، فحنسوي سوا ميك اب طبيعي جدا وبيخلي بشرتكم بتجن وبيخليكم انتم كتير حلوين. سو اول ماسك هنستعمله هو ماسك لتفتيح البشره، كمان بنفس الوقت للترطيب، لانه البشره في رمضان بتصير هيك جافه شوي او شاحبه شوي وبتحتاج كتير للترطيب، فبنصحكم كتير انكم ترطبوا بشرتكم بشرب المي. كمان تستعملوا كريم ادغابونت اللي هي كريم الترطيب. anyway الماسك هذا بثلاثه مكونات كتير سهله، اهم شيء فيها القهوه العسل والزبادي. وهذا هو سووه على كم من وشكم بس بعده على قد ما فيكم، على هون الكونتور دي زيو ما بعرف شو اسمه بالعربي، بس تقريبا دائرة العين لايك هاي المنطقة هاي تحت العين. سو جايز خلصت حطيت الماسك كله على وشي، بخليه من 15 ل 20 دقيقة وين ما تحسوا انه خلاص صار ناشف على وشكم وتشيلوه بالمية. وانا عم سوي هالماسك حبيت بقولكم اذا انا تأخرت عليكم في تنزيل الفيديوهات فعرفوا انه انا معي امتحانات ومعجوقة جدا، بس عم حاول عقد ما فيه انه انا بصور لكم فيديوز وبنزل لكم دايما على الاقل فيديوين بالاسبوع، فلا تسحبوا يا بيبي على القناة. بس قلت ليش لا، انه في اخر شهر رمضان لانه البشره بتتعب اكثر، احنا بنتعب اكثر وبنصير ننطر امتى بيجي العيد، فهي الايام الاخيره العشر ايام الاخيره في رمضان بتكون كثير صعبه وعلى النفسيه، وهالشيء اكيد حينعكس على البشره، فقلت انه ليش لا هيك ما نجهز بشرتنا من هلا للعيد. واكتبوا لي تحت في التعليقات اذا بدكم اسوي لكم تجهيزات للعيد من ميك اب من ماسكات من ملابس، اخذكم معي في الفلوج مثلا نختار ملابس العيد سوا، اكتبوا لي اذا انتم بتحبوا تشوفوا هيك شيء، هالشيء حيبسط كتير لانه انا ماني كتير حاسب اجواء رمضان بما اني ما بسكن في بلد عربي، لكن سوي جو في القناة وبحس باحساس العيد معكم انتو. سو جايز رجعت لكم بعد ما شلت الماسك، وهلا حنسوي اخر ماسك. زي ما شايفين انا عندي هون الهالات السوداء بسبب انه انا بسهر وبذاكر وكمان بستعمل باخر ليل الموبايل، العادة السيئة انه ضو مطفي والموبايل، بعتقد انه انا عقد ما حاولت اغيرها ما حقدر. المهم الماسك هذا كتير فعال وبيجنن، مكوناته بسيطة جدا، ناخذ كيس الشاي العادي ونحطه في مية دافية، بعدين ناخذ المحتوى اللي داخل الكيس ونضيف عليه ملعقة زبادي. رح اخبركم انه ليش ضفنا له الزبادي، لانه الزبادي مرطب فمحتاجين انه نرطب المنطقة هون تحت العين، بنفس الوقت شي ساعدنا انه احنا نشيل الهالات. نخليه هون من مدة 10 دقائق ل 15 دقيقة. اوكي بيبي. الميك اب الطبيعي اللي نقدر نصنعه في البيت. سو حنسوي ماسكارا كمان للحواجب، اولا هو كتير بيكون مغذي، ثانيا بيعوض الماسكارا. حيكون عبارة عن جيل اليوفيرا بستعمل معها زيت الفيتامين اي معه باودر الشوكولاتة، او اذا بتحبوا لون اسود ففيكم تستعملوا الباودر تبع الفحم. انا حستعمل باودر الشوكولاتة السوداء، اذا ما كان عندكم زيت الفيتامين اي استعملوا زيت الخزامة. بدنا يكون الوي اسونسيل لانه كتير بيقوي الشعرة. سو جايز هاي هي النتيجة، ما بعرف اذا لاحظتوا اللون البني اللي واضح، انا عندي واضح، ما بعرف اذا كان عندكم واضح في الكاميرا، بس اكيد اكيد الشيء اللي كتير مهم انه ما ننسى نرطب البشرة. اشربوا كتير مي، كمان استعملوا كريم ادراتونت، انا بالنسبة لي بستعمل هاي الكريم ادراتونت من سيفورا. ارطب بشرتي الصبح وبالليل دايما مرتين على الاقل شيء باليوم، لانه البشرة كتير تفقد نظارتها في شهر رمضان، فاحنا نحاول انه نعتني بيها
وجربوا هدول الماسكات وارسلوا لي على الانستغرام صوركم او اي شيء زي هيك. احط لكم حسابي تحت في الديسكربشن بوكس، انا سايبها لكم هون في الشاشه. ويا عن جد بحس هلا بشرتي او ماي جودنس زي البيبي. ويا هلا في تحسن بالبشره، بس ضل شيء ناقص. دايما لما تكون هيك خدودنا ورديه تعطي انه نضاره للبشره، البشره صحيه، البشره مشرقه. فلهيك حنستعمل خلطه، حناخذ الشمندر نعصره مع شويه ميه، بعدين نصفي العصير اللي تحصلنا عليه ونحطه في زجاجه صغنونه ونضيف عليه الجليسرين، لانه الجليسرين بيرطب البشره. عصفورين بحجر واحد. عندي هون ماء ورد، دائما لازم ارش على وشي ماء الورد يوميا. اضفت له الجليسرين، بفيد بشكل رهيب للبشره، وفي كثير ناس ما بتعرف هالشيء. وعلى فكره الجليسرين النباتي. ونجي لهون لهي القنينه، حنحط شوي شوي. شايفين الفرق؟ شايفين؟ انا بحس بالفرق، ما بعرف اذا واضح هالشي عندكم بالكاميرا او لا. البشره تغير، شايفين تاثير الخدود الحمراء على الوش. سو هي يا جايز النتيجه النهائيه، زي ما في شايفين ما في اي نقص مكياج على وشي، بس انه هيك البشره نظره تحسنت. شايفين بدايه الفيديو كيف كانت البشره وهلا كيف صارت. انا حبيت، غير عن انه انا عم حس البشره تبعي زي البيت. وكمان بدون ما بواصيكم على ازاله الشعر للوش، اكتبوا لي تحت في التعليقات اذا بدكم تشوفوا هيك فيديو. بس جايز هيك بنكون وصلنا لهذا الفيديو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك، ولا تنسوا انكم تشاركوا مع رفقاتكم، ولا تنسوا حمل التوصيل 100 ل 300,000 سبسكرايبر. بحبكم 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 قد السما. وهلا بقلكم ديروا بالكم على حالكم واحلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله بالفيديو القادم. ارمونيا بيبي، سلامات يا هوا سليمة. هلا اجيتي يا شمس لما خلصت تصوير، قليلة الادب.